وقعنا 24. By those comments. On the George W. Bush speech, he said at one point, bigotry seems emboldened, our politics seem more vulnerable to conspiracy theories and outright fabrication. Does President Trump agree with this assessment? And if so, what does he see as his role in addressing that? Does he agree with the assessment of what? I'm sorry. That bigotry seems emboldened and our politics seem more vulnerable to conspiracy theory and outright fabrication. Those were former President Bush's words. I think if anybody is pushing a lot of fabricated things right now, I think from the news media, أن ما الأخبار الكاذبة معظمها الآن يأتي من الإعلام. I don't have anything further on that. ليس لدي مزيد من ما أقوله عن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب. أعتقد أن الأمر سهل. أنتم تتحدثون كثيرا عن هذه القصة وقد ارتأى أن يرد عليها، وقد تمت تغطية هذه المسألة في 48 ساعة الأخيرة، وهو قرار شخصي قام به، وهو يدعو الولايات المتحدة لأن تعود إلى تشريف تلك الأسرة، أسرة الجندي. الأمر كان مفروضا أن ينتهي بالأمس بعد ملاحظات الجنرال كيلي، والأمر ما يزال مستمرا، وفي كل تلفزيون يغطي هذه المسألة، والرئيس رد على هذه الاتهامات المستمرة والمبالغات. كما قلت، هناك عملية دائما بالنسبة للأشخاص الذين الجنود الأمريكيين الذين يلقون حتفهم في بلدان، هناك إجراءات يتم اتباعها. بالنسبة للنيجر، يقال إن هناك عمليات استخبارية ينبغي أن ننتظر حتى تنشر وزارة الدفاع تقريرها. إن الإدارة أعطت موافقتها المباشرة على العملية في النيجر، ينبغي أن ننتظر تقرير وزارة الدفاع. بالنظر إلى ردود الفعل على محادثة الرئيس الهاتفية، نحن نتمنى ألا تتم هذه الاتصالات الهاتفية. سمعنا أن القوات المسلحة الأمريكية الموجودة في النيجر طلبت تعزيزات. هل إن الرئيس راض عن تلك القوة كانت تحظى بجميع الإمكانات؟ قلت هنا عدة مرات، لن أدخل في التفاصيل إلى أن تعلن وزارة الدفاع عن تقريرها، وينبغي أن نتجنب القفز إلى الاستنتاجات.
have to keep it to one question today? Yes, sir. All right. Even you, John. I know it'll be tough. I obey. Wow, if only I had that kind of power over anybody else, including my kids, that would be great. Reluctantly. Several London publications have said that the هناك نشرات عديدة عن زيارة الرئيس إلى لندن ستكون زيارة عمل مع رئيس الوزراء مي وليست زيارة دولة رسمية. كيف ستكون طبيعة هذه الزيارة؟ ذلك لم يتم تحديده بعد. نحن ما زلنا في تشاور مع كان هناك دعوة للرئيس للزيارة. نتوقعها أن تكون في خلال العام القادم لكن لا تفاصيل. هناك 24 شخصا تعرضوا أو تضرروا من هجوم سونيك، فهل الرئيس راض عن طريقة التعامل مع هذه المسألة؟ هل هناك كان هناك تحويل أنا لم أتحدث مع المسؤولين ولم يكن هناك أي تحويل. هناك حديث عن اعتراض لتعيين شخصية مرشحة. الإدارة ترحب بالمفاوضات عن أو المشاورات مع جميع أعضاء الكونغرس. نحن نعمل مع الكونغرس حول ونطلب من مجلس الشيوخ أن يقوم بعمله، وهذه الإدارة واجهت عراقيل مختلفة بالنسبة لتعيين المسؤولين. Comments yesterday that were asked about. In general, does the White House feel it's appropriate for past presidents to be critical of the sitting president? بشكل عام كيف يتم التعامل في الإدارة الأمريكية مع تصريحات الرؤساء السابقين؟ هذه التصريحات لم تكن موجهة للرئيس بوش. وعادة لم تجري العادة بأن يتم توجيه الانتقادات مباشرة إلى رئيس بالاسم. الأمم المتحدة تتابع وضع اللاجئين على حدود بنغلاديش وميانمار. الرئيس التقى ب الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، هل تحدث عن هذه الأزمة وهل طلب الأمين العام المزيد من الدعم؟ كان هناك حوار بناء وسوف يكون